السلام عليكم اخواتي اخواني متابعي قناه الصحه الطبيه. اليوم ان شاء الله سنتناول موضوع فصيل الدم ا بي وهو فصيل اخير من ناحيه التغذيه والامراض التي يمكن ان تصيبه. وكما نعلم فكلنا تعود وتكيف على نظام غذائي معين لمده طويله، واكيد انه يحتوي على مواد لا تصلح لهذا الفصيل، ولكن فقد تعود عليها وتكيف عليها ونسبيا فهو متضرر منها، وربما سيكون في صحة أفضل لو تخلص أو قلل منها تدريجيا حتى يكون نظامه منسجما مع نوعية وطبيعة فصيلة دمه. إذا فما السؤال الأول، أي خصائص من يحمل فصيلة الدم AB؟ إن هذا الفصيل يتكيف مع ظروف الحياة المعاصرة خاصة الحياة في المدن، عكس فصيل الدم O و A فهما يفضلان العيش في الفضاء الواسع أي في البوادي وفي الطبيعة. وكما أن الجهاز الهضمي لهذا الفصيل أي فصيل AB فهو حساس وسريع التأثر، والجهاز المناعي قابل للتأثر بجميع الميكروبات والطفيليات وهو يتعرض للأمراض السرطانية وتلك المتعلقة بأمراض الشرايين القلبية كالكوليسترول ومرض فقر الدم. وتناسبه الرياضات الخفيفة والمهدئة المرتبطة مع نشاط معتدل مثل اليوغا وتسلق الجبال وركوب الدراجات والتنس. أما السؤال الثاني، فما هو الغذاء المناسب لفصيلة الدم AB؟ فمثلا اللحوم، بالنسبة للحوم فهو يتناول لحوم الخروف أي الغنم، وكذلك الحبش أي الديك الرومي، وكذلك الأرانب، ومسموح له كذلك بالكبد كبد الغنم مثلا والنعام، ومن عليه لحم البقر والعجل وكذلك الدجاج. أما بالنسبة للأسماك فهو يمكن أن يتناول السلمون والسردين والطون وكذلك الحبار، ومن عليه القيمرون والأنشوبة والأخطبوط عزيز والسلطعون أي السرطان البحري الكراب. أما المنتجات الألبان والبيض فهو يناسبه بياض البيض وحليب الغنم وجبن الغنم وكذلك اللبن، كذلك وممنوع عليه الجبن المصنع. أما بالنسبة للزيوت فهو يستهلك زيت الزيتون وزيت الجوز وكذلك زيت الخروع وزيت الكتان وزيت اللوز، وممنوع عليه زيت الذرة وزيت جوز الهند وكذلك زيت السمسم أي الزجلان. أما بالنسبة للحبوب التي تصنع منها الخبز فهو فهذا الفصيل يناسبه بالدرجة الأولى الشعير والشوفان والأرز وكذلك نخالة القمح والسميد والسميدة والسميد وكذلك ومنع عليه الذرة وخبز الذرة. أما بالنسبة للبقولية القطاني العدس وغير ذلك فهو يفضل العدس والفول الصويا والفاصوليا أي اللوبيا الحمراء وكذلك اللوبيا البيضاء أي الفاصوليا البيضاء وكذلك الفول الأخضر والبازيلا أي جبنة، ومنع عليه الفول والحمص. أما بالنسبة للخضروات فمن الخضروات المفضلة لفصيل الدم AB هناك البروكلي، هناك كذلك الشمقدر، جزر أي خيزور، بقدونس مادنوس، وكذلك الخيار والباذنجان، كذلك الزيتون الأخضر والبازيلا الجبانة والملفوف أي المكور، وكذلك البطاطس والسبانخ، وكذلك البامية أي النخية والخس والطماطم والفجل، ومنوع عليه الأفوكادو والزيتون الأسود والفلفل كذلك، والأرض الشوكي أي القوق والذرة. أما الفواكه التي يفضلها فصيل الدم AB فهو بابلوموس أي البرتقال الهندي المر الذي مذاق مر، كذلك العنب يفضل العنب والليمون والأناناس والكيوي والخوخ وكذلك التين الطازج أو الجاف والبطيخ بأنواعه، كذلك التفاح الشمام الفراولة أي التوت التمر الإجاس كذلك المشمش. أما الفواكه الممنوعة على الفصل الدموي AB هي الموز والصبار أي الكابوس الهندية، كذلك الرمان والبرتقال الجوزين. أما بالنسبة للمكسرات فالمكسرات التي تساند فصل الدم AB فهي
الجوز اللي هو القرقع، وكذلك الفستق السوداني اي كاوكاو، واللوز والكاجو، ومنوع عليه السمسم اي زنجلان، وكذلك بذور القرعيات سواء خاصة القرعيات البيضاء الزرع البيضاء، وكذلك بعض زهرات الشمس اي زرع كحلة زرع كحلة. كذلك بالنسبة للتوابل، فالتوابل التي تناسب فصيلة الدم أبي هناك الثوم، البقدونس والبقدونس، الريحان، الكروية، القرفة، القرنفل، الكزبرة اللي هو القزبر، جوز التبنية، الجوزة، الزعفران، ومنوع عليه الفلفل الأسود الإبزار الأسود، والفلفل الأبيض الإبزار الأبيض، كذلك ينسو أي النافع الذي هو بذور البسباس. وهناك مواد أخرى يمكن تناولها على سبيل المثال البابون، الجوع، القسوس، الزنجبيل، الشاي الأخضر، السكر، العسل، كذلك الخروب، المربى، النعناع، المخللات إلى غير ذلك، ممنوع عليه المخللات عفوا، ممنوع عليه المخللات، وكذلك الصودا والمشروبات الغازية، ونكتفي بهذا القدر، وأتمنى أنكم كنتم قد استفدتم، وشكرا على تتبعكم، وإلى موضوع آخر في فيديوهات أخرى جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.